ورجعنا لكم بعد الفاصل. التعليم هو أهم حاجة في حياة الناس، هو اللي بيكون الشعوب والأفكار وبيخلينا ده مهندس وده دكتور، بيخلينا نعرف نعمل حضارات. التعليم هو أهم حاجة وأساس الشعوب. ومعانا النهاردة الدكتور المندوه الحسيني، وكيل لجنة التعليم السابق بالبرلمان ورئيس الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك، منورنا. أهلا وسهلا، ربنا يخلي حضرتك. طيب، خليني أبدأ أسأل حضرتك دلوقتي أول سؤال، وهو من خلال التجارب الدولية مصر ينفع معها إيه؟ هو أنا يعني الحقيقة لما في أثناء وجودي في البرلمان ووكيل لجنة التعليم، أنا رأست لجان كتيرة في لجنة التعليم للتعليم، وزرت بلاد أوروبية كتيرة جدا 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 لإعداد تقارير عن إحنا فين وعاوزين نوصل لفين من دول العالم. في الحقيقة إحنا يعني قريبين جدا مش بعاد. طب هايل. فعلا قريبين جدا مش بعاد، ولكن الاختلاف البسيط هي ثقافة المجتمع وقناعة المجتمع بالعملية التعليمية، وقناعة المجتمع بدور المؤسسة التعليمية، وقناعة المجتمع بدور المعلم. المعلم في كل دول العالم له كل الاحترام والتبجيل والتقدير، كل حاجة. أنا لكن هنا في مصر الحقيقة مش واخد حقه. أنا لا أقصد بس حقه المادي وإن كان مطلوب، ولكن حقه الأدبي. المجتمع عندنا في مصر يجب أن ينال حقه الأدبي أكثر من ذلك، وده محتاج ثقافة، ومحتاج خريج برضه يستحق ذلك، خريج من الكليات والجامعات اللي بتؤهل المعلم لكي يكون معلم. تمام. يجب إعادة التفكير فيه مرة واثنين وثلاثة، ويجب إعادة تطوير كل البرامج التي تؤهل المعلم ليحتل هذه المكانة. دول كتيرة، ماليزيا، سنغافورة، كلها أعدت المعلم واهتمت بإعداد المعلم جدا جدا، وأعطت للمعلم حقه في الدول الصقور النامية، أعطت للمعلم حقه الأدبي والمادي. يعني مثلا بعض الدول اتقدمت بياخدوا الخمسة الأوائل من المدارس، الأوائل في المدارس ما قبل الجامعة، عشان يؤهلوهم لأن يكونوا معلمين، هم دول يبقوا المعلمين، وبيتصارعهم لأن أعلى مرتبات، أعلى فئات تحترم في المجتمع، أعلى قيمة اجتماعية له، قيمته الاجتماعية في المجتمع جدا جدا المعلم. ده الفرق بصراحة بيننا وبين هذا العالم المتطور. طب في ظل الكورونا دلوقتي الناس، في سؤال يعني بيشغل تفكير كل أولياء الأمور، أولياء الأمور دلوقتي خايفة تودي ولادها المدرسة، وهل يا ترى المفروض نقفل المدارس أو نعملها أونلاين بس وما نروحش المدرسة الولاد، ولا نكمل ونروح المدرسة، ولا المفروض في رأي حضرتك نعمل إيه؟ والله الحقيقة يعني عايز من هذا البرنامج العظيم وهذه القناة، أنا بقى يعني أتقدم بالتحية والشكر والتقدير للدكتور طارق شوقي والقائمين على العملية التعليمية. هذا الرجل يمتلك قوة القرار. المجتمع بتاعنا أي نعم كل أم خايفة على ابنها، ولكن تعالي حضرتك عدي لي كده الحالات من يوم ما شغال المدارس، الحالات التي أصيبت من الطلاب ولا قدر الله حصل لها حاجة. لا، الراجل مهتم جدا وقال اللي عاوز يتعلم يروح المدرسة وتعلم، وعلى المدرسة اتخاذ الإجراءات الوقائية. تمام. هنا حطها كده. أما اللي مش عاوز يتعلم وعاوز يأجل سنة يأجل. تمام. اللي عايز يتحول منازل يتحول منازل، لكن ما فيش استجابة برضو من المجتمع. ولذلك النهاردة بعض المدارس رفعت القيود على الحضور والغياب والانصراف، وده خطأ. ابنك سليم، الأسرة سليمة، المرافقين للطفل أو للطالب في البيت
الحمد لله بصحة وكويسين يبقى لازم تروح المدرسة. ما تروحش المدرسة يبقى لابد أن تقدم الدليل القاطع إن في ظروف قاطعة بتمنعك من الذهاب، زي الأسرة المرافقة للطفل أو للطالب، ربنا يعني إداها شوية ظروف صحية أو شوية تحاليل غير سلبية أو لآخره. في الحالة دي بندي للطالب المهلة اللي يقعد. لكن أنا شايف أولياء أمور متكاسلين جدا في مروح الطالب للمدرسة، مع الأخذ في الاعتبار أن المدرسة تطبق الإجراءات الاحترازية جدا جدا جدا. لا مانع أيضا إن احنا نطبق العمليات التعليمية وبصورة جيدة جدا جدا إذا طبقنا الحالتين، الحضور للمدرسة ثم التعلم عن بعد. والتعلم عن بعد هنا أصبح بوسائل بسيطة جدا. يعني بعض المدارس زي ما بتقدر تقوم عاملة مثلا لقاء من خلال مثلا زوم. طيب قالهم الزوم ما فيه تفاعل بالظبط بين المعلم والمتعلم. المعلم والمتعلم. بدأنا نفكر نضيف للزوم ده فيديوهات مؤثرات تبقى تعمل تفاعل مع الأولاد من داخل برنامج الزوم، زي المنصة التعليمية الجديدة اللي أصدرتها وزارة التعليم. زيها هي المنصة برضو أنا ليا وجهة نظر فيها، محتاجة شوية بهارات، محتاجة شوية تسخين ما بين المعلم والمتعلم. زي إيه؟ يعني ينقصها التفاعل. يعني أنت بتقعد تشرح بالظبط، لكن أنت ما بتلغنيش ولا غيك. التعليم النهاردة لمؤاخذة يعني أصبح تفاعل وانتعاش وحوار بين المعلم والمتعلم. هنا بقى ده بيتعارض شويه مع المنصات اللي عاملاها يمكن الوزاره. بعض المدارس النهارده وما اكثرها لا، عملت بقى الزوم وفي داخله التفاعل. تمام. في داخله فيديو للتفاعل. في داخله البهارات المطلوبه عشان اعيش الطالب معايا واعيش الاسره معايا وكل هذه الامور. اما بنعمل كده بدات الام والاب يقول لك ايه؟ طب ما خلاص كفايه ده وبلاش ابني يروح. اقول له لا، انا محتاج اعمل كده ومحتاج ابنك يجي علشان اعمله شويه تطبيقات ونقعد فيها. مع انا بطمنك يا ولي الامر ان ابنك وفي المدرسه مراعين كل الاجراءات الاحترازيه والبعد الاجتماعي بين الطلاب وبعضهم البعض. والايام دي يجب ان تزداد حركه الاطباء في المدارس. الطب والطب الوقائي لابد ان يكون متواجد في المدارس بصوره تفاعليه اكثر من كده. تمام. يعني النهارده انا عندي جهاز بيقيس الحراره، مش كل واحد عنده حراره يبقى عنده كورونا. ممكن انا برد. لا خلاص، يبقى نعمل له اجراءات تحليليه بسيطه الاول ونشوف التحليل هيقول ايه. اذا التحليل فيه مؤشرات للايجابيه نقول له روح اعمل مسحه. النهارده التحليل بقى كلام فاضي وبسيطه وبسعر خفيف، وفعلا بعض المدارس بتقوم بيها. يعني بعض المدارس تاخد عينات وتحلل للطلبه المشتبه فيهم. تمام. عاوزين بس وعي وتعاون مع اولياء الامور ووزاره الصحه. بالتنسيق بين وزاره الصحه والتربيه والتعليم يجب ان يتضاعف جهد الاطباء في المدارس عامه وليس الخاصة فقط لا غير، وهنا هيبقى في أكثر اطمئنان. أو التمريض. يعني في ممرضين تمريض 5 سنين بيقدر يعمل إجراءات وقائية كويس، يقدر يعمل يقيس النبض، يقيس الحرارة، يقرأ تحليل أعده الطالب. فالقضية قضية لو في تعاون من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم اطمئنوا جدا يا أولياء الأمور، والأولاد لازم تروح المدرسة طالما أنه لا يوجد اختلاط في البيت بين الطالب والأسرة أو اختلاط مع المشتبه فيهم في البيت. تمام. وما تتلككش بقى وتقول أنا غايب عنا عشان عندنا حرارة وعندنا وعندنا، هات لما يثبت. صح. وأنا هعتبرك حضور. لكن أنا شخصيا بتشدد في الغياب، في الحضور، في الإنذارات. لازم تحضر، مفيش حاجه اسمها تعليم بدون. النهارده اليوتيوب النهارده
والكلام ده كله عمل ازعاج لاولياء الامور، عمل ازعاج رهيب جدا. الدراسه هتقف، الدراسه هتشتغل، بالظبط. هما اولياء الامور خايفين. في امتحانات، وكل مره بيضطر معالي الوزير يطلع ويكذب الاشاعات ويطلع ويصح المواقف، لكن مش هنفضل كده بين الدفاع والهجوم، الدفاع والهجوم. صح. مفترض القنوات دي كلها تغلق، لان عامله بالبال ولي الامر، وعامله بالبال للمدرسه. ما احناش عارفين نشتغل ازاي من كل يوم خبر وكل يوم اشاعه وكل يوم مواقف تثير الاشمئزاز وتثير القلق وتؤدي القلق ما بين اولياء الامور. يا ترى العام الدراسي هيكمل؟ يا ترى العام الدراسي مش هيكمل؟ الامتحانات امتى؟ يا وزير التعليم مش عارف ايه؟ ولا وزير التعليم اصدر قرارات ولا حاجه. وزير التعليم الراجل المحترم قال الدراسه شغاله، وقال الامتحانات في مواعيدها، وقال ان خدوا الغياب واكدوا على الغياب وراعوا الاجراءات الوقائيه كويس قوي قوي قوي. طب بما ان حضرتك رئيس جمعيه اصحاب المدارس الخاصه، دلوقتي في اولياء امور كتير مش عايزه تدفع المصاريف، او شايفه ان المصاريف بقت كتير قوي عليها في ظل اجواء الكورونا، وخصوصا ان الترم اللي فات في اولياء يعني الولاد ما راحوش اصلا تقريبا. فايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ نفس المفاهيم، نفس المفاهيم. مشكله. مشكله ليه؟ احنا قلنا النهارده انا مدرس مطالب ان انا اادي الخدمه التعليميه بالظبط، سواء في المدرسه او من خلال برنامج واحط زوم واحط في الحصه دي مؤثرات من اجل الاحتكاك بينه وبين الطالب. تمام. هل المدرس في المدرسه يا فندم، وبوجه الكلام ده لكل الساده اولياء الامور، احنا متفقين ان يبقى في تعليم يعني في تعليم، سواء على ارض الواقع في المدرسه او على المنصات اونلاين وكده عن بعد. تمام. والطالب عن بعد يحب يشوف مدرسه، اكيد ما يحبش يشوف يعني اكثر منصه، لا ما بيحبهاش، لكن عاوز يشوف معلمه اللي في المدرسه وهو بيتواصل معاه او بيدور له حصه زوم. حضرتك عشان اعمل حصه زوم انا بعملها في المدرسه في 45 او 40 دقيقه. تمام. وبخش بقول الكلمتين لحد شايفني الا المسؤولين في المدرسه، وبقول الكلمتين وسلام عليكم، وبصح الواجبات بتاعتي السلام عليكم وعليكم السلام. طب انا لما اعمل الحصه دي زوم محتاج اعمل لها سكريبت، ومحتاج اعمل لها اعداد جيد جدا قبل السكريبت، ومحتاج اعرضها على موجه او مشرف ماده، ومحتاج اجرب مع نفسي كمعلم عشان ازاي اقف قدام الـ 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 قدام جماهيري في البيت وابناء الطلاب في البيت واولياء اموري في البيوت. الحصه هنا مكلفه جدا 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 جدا. طب انا لما اعملها لك يا ولي الامر ليه ما تدفعش مصاريفك؟ هو المدرس ده اللي بيعمل الحصه دي وقاعد شغال فيها ليله وليلتين عشان يقدمها للمشاهد حلم بيها وقام يديها؟ اكيد لا، ده خارج جهد. يقول لك احنا ندفع مصاريف ليه؟ لا، طب ما المدرس اهو شغال معاكم اهو. طب انا ما اعمل حصه واعمل لها فيديو، حصه زوم واعمل لها فيديو مسجله، او ابعت فيديو. اما ابعت فيديو ده مش محتاجه اعداد طبعا، ومحتاجه سكريبت، ومحتاجه تدريب، ومحتاجه مراجعه مناهج، ومحتاجه 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 انا في الفيديو اتعود اقف قدام الكاميرا. هو اي حد يقعد مكانك كده؟ لا. انت قعدت قد ايه حضرتك عشان تقعد القعده دي؟ كتير كتير. ومره نجحت ومره الدرجه اقل ومره تفوقت ومره ما هو المعلم كده يا جماعه. أكيد. المعلم بيكلف نفسه او المؤسسه التعليميه بتكلف الفيديو الواحد اللي الحصه اكتر من 5000 جنيه. اللي طبعا يا فندم انا بكلم فعلا. انا بكلم معدين ومخرجين ومقدمين برامج. انت البرنامج بتاع حضرتك بتقعد تقري فيه وتعد فيه. أكيد. ومن بالليل لما تكون عارفة ان جاي لك ضيف هيتكلم في كذا وكذا 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 وكذا. أكيد. ما هو انا مدرس وعندي برنامج النهارده عاوز اسجل فيديو ابعته لاولادي اقعد اقرا فيه وارجعه مع موجه الماده وارجع اقف قدام الكاميرا وانا بسجل. ده في بعض المدارس النهارده ومنهم احنا الحمد لله عاملين اللي هي الكرومه دي،
متكلفانا 2 مليون جنيه اكيد عشان اصور فيديوهات. يعني التعليم عن بعد مكلف اكتر من التعليم في المدارس العادية جدا يا فندم جدا. الحصه بخش اديها 40 دقيقه والسلام عليكم وعليكم السلام وصح الواجب. صح. الحصه عن بعد سواء كان زوم او فيديو كلفه جامده جدا جدا واعداد جدا جدا، وعاوز مدرس يتدرب يتدرب دائما. ايوه يا جماعه لا يقل عن المخرج والمنتج والمعد بتاعكم ابدا. تدريب جامد جدا وتكاليف عاليه جدا 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 لا تتخيلها. الحصه بتكلفني هنا ما تكلفش المدرس 200 300 جنيه في الفصل، داخل الفصل 5000 جنيه على طول. يبقى تقول لي ما ينفعش مصاريف ازاي؟ بالظبط. طب انا اعمل ايه؟ لما قالوا كده قلنا طب نخف الموظفين ونمشيهم. طب انا هسدد مرتبات مدرسين منين؟ هسددها منين؟ برغم ان انا بقدم لك خدمه تعليميه متميزه. تمام. يبقى تنضبط. ثانيا انت ولي الامر. ايه اللي ادارك؟ في ظل وجود كورونا. ايه اللي ادارك؟ انت موظف بتقبل مرتبك. مفيش موظف النهارده في مصلحته خاصه او حكوميه قال له امشي روح يلا عشان ما احناش عاوزين موظفين، مفيش. الدوله حريصه. أيوة. الدوله لها بتراعي البعد الاجتماعي، الدوله بتراعي موظفينها، حتى لو خففهم الحضور للموظفين 20 او 30 او 50 لكن بياخد مرتبه. ايوه. انت جيت تتلكك علينا بقى كصاحب مدرسه او كمدرسه حكوميه؟ لا. تديني مقابل الخدمه التعليميه انا اديك خدمه تعليميه متميزه. يعني مشكله الكورونا اثرت اكتر حد اتاثر على اصحاب المدارس الخاصه. طبعا اصحاب المدارس عموما يعني اصحاب المدارس. شوف غلابه في غلبسهم وغلابه اخد بال حضرتك. لا يعني فعلا التكاليف في الايام دي بتاعه التعلم عن بعد بقت غير عاديه، مرهقه جدا ومكلفه جدا 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 جدا. يعني اتمنى اي واحد اي انسان يعترض ويقول مصاريف المدرسه يجي يشوف التكلفه. يا فندم المدرس بيعد الحصه الفيديو اللي هي ساعه 45 دقيقه بيشتغلها في ساعتين، وبعدين خش المونتاج، وبعدين اعرضها. ما بالك بقى اللي قبل التسجيل وقبل التصوير الاعداد والاسكريبت والمراجعه للاسكريبت بتاعك. لا لا جامد جدا 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 جدا. احنا غلاب. طب ايه اللي حضرتك بتطالب بيه الدوله تعمله للمعلم دلوقتي اللي هو المعلم فعلا محتاجه علشان ياخد حقه في المجتمع ويبقى جاهز او يعني مرضي تماما ان هو يقدر يقوم بدوره كمربي ومعلم اجيال؟ يعني انا عاوز اسال سؤال. لو انا عندي شاب خريج جامعه وراح بعد شهرين ثلاثة او سنة راح وكيل نيابة محتاج مظهر طبعا، بتلاقيه من تاني يوم لبسه اتغير ونمطه اتغير وشخصيته اتغيرت ومرتباته حلوة طبعا. يا فندم يا وزارة التربية يا مجتمع، نحن مع المجتمع في البعد الاقتصادي ولكن الا المعلم. دي نمره واحد. المعلم لازم يلبس، المعلم لازم يهندم نفسه. أنا المعلم لمؤاخذه لازم. بس احنا لازم نطلع فاصل دلوقتي حالا وراجعين على طول. هنرجع تاني؟ هنرجع تاني. جميل. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه بنكمل كلامنا مع دكتور مندوه الحسيني، واحنا كنا بنتكلم في النقطه بتاعه المعلم وحقه المعلم ومصروفات ولي الامر ومش عاوز يدفع المصاريف ومش عاوز يعمل ايه. طيب يا ولي الامر انت مش عاوز ترفع المصاريف وانت مش عاوز تعلم ابنك، اقعد في بيتك وما تريخنيش انا واشيلك من سجلاتي. الله. لان انا بعمل قائمه عندي والتربيه والتعليم بتعتمد هذه القائمه. يعني انت عاوز اعمل لك قائمه عندي في سجلاتي والتربيه والتعليم تعتمد واعتبر ابنك طالب عندي وانت قاعد في البيت وعاوز بس الفيديو اللي يعجبك تخش عليه واللي ما يعجبكش ما تشوفوش. لا يا فندم لا ابدا، انت حر. انا اوفر لك الاجراءات الاحترازيه،
انا اوفر لك الماده العلميه، تمام. انا اوفر لك المعلم الجاهز الذي يتجاوب تكنولوجيا برضه وتقنيا. معلم بياخد تدريب كتير جدا 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 عشان يستطيع ان يعد درسه الكتروني. جدا الموضوع اصعب اكيد. يعني انا بقول اهو وانا عارف ان بتوع كليات التربيه يزعلوا مني، لكن بيجي غير جاهز تماما المعلم. والمعلم يا فندم كل مهنه بمعرضة في مصر حتى مهنتكم المحترمه ديت محتاجه تطوير دائم طبعا وتنميه مهنيه مستدامه. هكذا يكون المعلم. وعشان كده بنقول يا مجتمع كافي المعلم مادي وادبي. ما ينفعش المعلم تيجي الام تقول ده المعلم ده فيه مش عارف كذا وده فيه كذا، لا بالراحه. وما تسمعيش ابنك تجريح في المعلم عشان ما تفقدش ابنك وانت الثقه بالمعلم. تعالوا بهدوء ونعالج المشكله بهدوء. والمعلم ده برضه اب واخ واخت. فتكلفه الفيديوهات في المدارس الخاصه وتكلفه الزوم في المدارس الخاصه، والمجتمع لابد ان يوفر للنت. يعني المجتمع اقل حاجه وزاره الصلاه توفر لنا النت، مش كل فيديو ادفع عليه مبلغ وكذا وقوي النت هنا واضعف النت هنا والنت مش في البيوت. ما انت يا دوله عليك دور بالظبط. كمان وزاره الاتصالات عليها دور كمان. بنقعد نت قطع وقف النت مش وقف، لا ده دور دوله بقى. ده دور دوله. اذا كنت عاوزه تعممي التعلم عن بعد او تطوري هذا البلد، وانا عارف ده اهتمام الدوله تماما واهتمام القياده السياسيه، يبقى لابد ان يكون لوزاره الاتصالات او المسؤولين عن كده تقويه النت لكل فرد في المجتمع. يبقى الانترنت والتعليم عن بعد دي من اكتر المشاكل اللي بتواجه المدارس دلوقتي او طبعا. الصعوبات اللي بتواجه والمشاكل يعني بتواجه المدارس الخاصه. طب ايه تاني؟ ده انا ببني البنيه التحتيه علشان اعمل تعليم عن بعد بتكلفني ما بين 1.5 و2 مليون جنيه لاي مدرسه، واجي اشتغل بقى خلاص النت ضعيف، النت مش متوفر، النت مقطوع. لا، لابد من اعاده ترتيب التقنيه اللي موجوده في الوزارات المعنيه والمسؤوله عن كل هذه الامور. وهتلاقي التعليم بقى زي الفل، وهتلاقي التعليم في المدارس الخاصه لا يقل عن، انا مش عاوز اقول بقى اكتر من المدارس الحكوميه، هقول على الاقل لا يقل عن التعليم في المدارس الحكوميه ان شاء الله. ان شاء الله. الحاجه الثانيه قلنا المعلم. بالظبط. نرجع بقى لدور الحضرات، دور يا مسؤولين دوله للمعلم. المعلم المرتب اللي بياخده من بدايه تعيينه لغايه اما يخرج معاش لا يكفي 25% من احتياجاته الاجتماعيه واحتياجاته المعيشيه اطلاقا. قال لازم معلم يا فندي يلبس، صح، لازم يكون صوره محترمه قدام الطالب. الطلبه عندنا بيلبسوا، عيب ان انا اقول كده، بيلبس واقول للمعلم شايف البرند ده، شايف اللبس ده، شايف الماركات دي، شايف مش عارف ايه، والمعلم مش عارف يجيب لابنه قميص. طب ما لازم هيدي دروس اكيد، لازم هيركب سواق تاكس، لازم هيقعد يشتغل بعد الدور في اي وظيفه. يبقى لا، المعلم لابد يكون له وقاره واحترامه زي اي مهنه محترمه، زي القاضي، زي وكيل نيابه، زي يعني حاجه رايقه وحاجه محترمه كده تليق، يجب ان تليق بالمعلم. وبنناشد كمان اولياء الامور احترام المؤسسه التعليميه ومساعده المدرسه حكوميه او خاصه في الاجراءات الاحترازيه. تطبيق الاجراءات الاحترازيه، تلاقي ولي الامر جاي اخر النهار ياخد ابنه وجايبه معاها ابنها الرضيع، وجايبه اتنين معاها اولادها اللي هم ما يخشوا مدرسه او كده، وعاوز يخش يجيبوا واد من المدرسه. طب ازاي ادخلكم وانا اصلا لا معاكي كمامه ولا انا ضامن حرارتك ايه ولا ضامن ظروف الاولاد اللي معاكي ايه؟ هنا يجب ان يعني الوعي يجب ان يزداد بعض الشيء عند اولياء الامور. وكل صاحب مدرسه او كل مدير مدرسه حكوميه بيمنع ولي امر من الدخول الا الملتزم بالاجراءات الاحترازيه، هو في صالح ابنك وفي صالح شبابنا وفي صالح اولادنا اللي معاكي على كتفك او انت داخله تاخديهم من المدرسه. يجب ان يكون هناك وعي
لدى أولياء الأمور ونطالب بزيادة الوعي ما بين أولياء الأمور والتعاون مع المدارس، مع المدارس حكومية أو خاصة. لا إزاي ابن، يعني أنا مش عاوز أطول في الجزئية ديت، لكن إحنا بنواجه معاناة كتيرة وبنواجه مشاكل كتيرة من بعض أولياء الأمور الذين لا يريدون الالتزام بالقواعد. يجي الأب في البيت بقت البواب ياخد ابنه، والبواب عنده عيلين ثلاثة ماشيين في الشارع ياخدهم معايا المدرسة. اه الدنيا بقى هتبوظ. لا طبعا، لا طبعا الدنيا هتبوظ. احنا بنطالب بزيادة حتى لو انت يا اب فعلا بعت البواب ده او الشغالة دي او لاخره يستلم ابنك من الشارع، ما هو عمل ازدحام عند المدرسة، عمل ازدحام جدا جدا جدا. فين بقى الاجراءات وفين الثقافة وفين الوعي اللي بقى نقدر نقاوم هذه الممارسات او هذه التصرفات؟ حضرتك نورتنا، احنا بنشكرك بجد على الكلام المفيد جدا، ونتمنى ان اولياء الامور يزداد الوعي عندهم، ونتمنى ان هم يساعدوا المدارس والمدرس اكتر، ونتمنى ان المعلم ياخد حقه اكتر من كده. حضرتك نورتنا في انتهاء. من هنا الوعي، من هنا أكيد. والثقافة من هنا ان شاء الله. ماشي يا فندم. ميرسي جدا لحضرتك. انا شاكر لحضرتك وشاكر لبرنامجك الجميل دوت، وارجو نرجو ان لا نكون ضيوف ثقيله على المشاهدين. حضرتك نورتنا، ميرسي جدا. مشاهدينا الاعزاء، وقت فقرتنا وحلقتنا خلص، بس انتظرونا الخميس الجاي مع برنامج نص الدنيا.